ta'ala wa barakatuh, and a very good afternoon to all of you. First of all, thank you to Sheikh Abdul Sattar institutional members. The documents for the meeting are available at the registration counter for the conference. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. هذه الجلسة مخصصة لموضوع مهم جدا وهو موضوع إدراج الشريعة في المستندات القانونية. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الأخوة الزملاء أريد أن أضع بعض الأضواء على هذا الموضوع حتى يكون هناك تهيئة له. كما تعلمون أن البنوك الإسلامية تتعامل مع البنوك المراسلة والبنوك التقليدية في عمليات تمويل مجمع، وهذا يستدعي إعداد عقود. هذه العقود حينما تعد هناك بند يبين القانون الذي يرجع إليه عند الاختلاف، فيذكرون دائما قوانين معروفة عالميا مثل القانون البريطاني، قانون لوكسمبورغ إلى آخره. المشكلة أن هذه القوانين هي موضوعة بشكل تقليدي ويخشى أن تنص على ما يتعارض مع الشريعة بأن تثبت فوائد في حالات الديون أو أنها تسمح ببعض الممنوعات إلى آخره. لذلك فإن البنوك الإسلامية حينما تتعامل بهذه العقود تحرص على أحد أمرين، إما أن تنص في هذا العقد على المرجعية إلى الشريعة الإسلامية طبقاً للمعايير الشرعية وما تقرره هيئة الرقابة الشرعية، وهذا أصبح ممكناً في البلاد الإسلامية داخل البلاد الإسلامية لأن هذا أمر معروف لهم، وهناك كثير من التطبيقات متوافقة مع الشريعة مثل أحكام الأحوال الشخصية، أحكام القانون المدني في بعض البلاد التي اقتبس فيها القانون من الشريعة الإسلامية. الأمر الآخر أننا نقيد هذا الرجوع إلى القانون التقليدي بأن لا يتعارض مع الشريعة، وهنا كثير من المؤسسات كانت تأبى ذلك وتقول نحن ما نعرف الشريعة، ما هي الشريعة، ورونا الشريعة. بعدما وجدت المعايير الشرعية بحمد الله صار عندنا مستند نقول هذه هي الشريعة التي تتعلق بالمصرفية، فأحياناً يقبلون وأحياناً لا يقبلون، أيضاً يعاندون في هذا، يقولون نحن نعرف القانون البريطاني ونتراجع إليه ونتحاكم إليه دائماً، فنريد أن لا نخرج عن هذا المنهج. كان هناك اقتراحات، هذه الاقتراحات أن ينص على منع التعامل بالفائدة، interest waiver، يعني شرط عدم المرابة، أنه في هذا العقد لا الطرفان لا يأخذان ولا يعطيان ولا يعطيان، لا يدفعان ولا يعطيان فائدة ربوية. وأحيانا ما يقبل هذا الشرط فيشار في ديباجة العقد أن هذا العقد أبرم في ظل المؤسسات المصرفية الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة، كنوع من يعني التهيئة لعدم تطبيق ما يخالف. وآخر المطاف أن البنوك الإسلامية تحاول أن تدرس العقود بدقة وتنقيها من كل ما يتعارض مع الشريعة بحسب الظاهر وبحسب المقدرة. هذه يعني الحلول. نريد الآن نستمع إلى المتحدثين، أولهم الدكتور برنار بربور، فليتفضل. مشكورا. الدكتور هو في الشؤون القانونية لمؤسسات إسلامية في قطر منها كيو إنفست وغيرها، وهو يعني متعمق في هذه الجوانب، وإن شاء الله يجلو هذا الأمر ويتقنه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا أشكر الأيوفي على استضافتنا واستضافة هذا المؤتمر والسماح لنا بإبراز هذا الجانب المهم جدا من الصيرفة الإسلامية، ألا وهو إدخال أحكام المعايير الشرعية في العقود الإسلامية. وقد أود أن أعطف على كلامة سعادة المحافظ، محافظ مصرف البحرين المركزي في الصباح، الذي أشار إلى ضرورة أن نبدأ بتعبيد الطريق القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية، وبضرورة أن نبدأ بقوننة العمليات المالية الإسلامية. أولاً سنعرض بعض الحالات التي أدت إلى إخفاقات قانونية ناجمة عن موضوعين. الموضوع الأول قضية بنك شامل البحرين. قضية بنك شامل البحرين نص في العقد عند بند تنازع القوانين على أنه يطبق القانون الإنجليزي في كل ما لا يعارض أحكام الشريعة. القاضي البريطاني رفض تطبيق أحكام الشريعة وقد علل بنقطتين مهمتين جدا. النقطة الأولى التي علل بها القاضي البريطاني قال عظيم، أولاً أحكام الشريعة الإسلامية عن أي شريعة تتكلمون؟ هناك مذاهب، هناك آراء، هناك أي شريعة تتكلمون عنها لتمكيني من الحكم فيها. والنقطة الثانية وهي النقطة المهمة هي اتفاقية روما واحد. اتفاقية روما واحد لتنازع القوانين أو لإمكانية الاتفاقية التي تعطي الحق للأطراف المتنازعة باختيار قانون غير قانون بلدهم أو القانون الذي يرعى العملية. بتاريخ صدور هذا الحكم كانت تنص اتفاقية روما على إمكانية الفرقاء المتنازعة أن تنطقي قانوناً لمراعاة مصالحهم أو إشكالهم على أن يكون قانون دولة معينة. أما الآن اتفاقية روما قد تعدلت وقد نصت بالبند 13 منها على إمكانية الفرقاء أن يتفقوا على قانون دولة أو على قانون أي مؤسسة أخرى معترف بها. وهنا فتح المجال، أولاً النقطة الأولى فتح المجال لإمكانية إدخال معايير الأيوفي في بند التنازع، ولم تعد مقتصرة فقط على الاتفاق على قوانين دولية أو قوانين وطنية. فتح المجال لإمكانية اعتماد قوانين صادرة عن مؤسسات، وسنستعرض بعضها. الموضوع الآخر الذي عرضه هنا، شكر للدكتور عبد الستار، حكم عن المحكمة الابتدائية التي أعادت تكييف العقود الإسلامية من إجارة منتهية بالتمليك أو إعادة تكييف التورق إلى قرض حسن. وهنا الإشكالية الثانية، الإشكالية الأولى في حالة بنك شامل، رأينا أن تحديد الشريعة الإسلامية لم يكن واضحاً ومحدداً، وبالتالي القاضي قال عن أي شريعة تتكلمون، هناك عدة مذاهب عدة آراء. في هذه الحالة المشكلة هي في فهم هذه العمليات. هذه العمليات صدرت عن محاكم في دولة تطبق القانون المدني الذي يأتلف مع الشرع الإسلامي، وإنما المشكلة هنا كانت عن طريق تكييف هذا العقد وعن طريق فهم القضاء لهذا العقد، نظراً إلى أن هذه العمليات غير محددة في القانون. وبالتالي القاضي عندما يقوم بتكييف عقد أمامه، تفكيره القضائي سيحول به إلى تطبيق مبدأ القياس، وينظر ماذا يوجد في جعبته القانونية في قانونه المدني، ويحاول أن يقيس العقد الموجود أمامه إلى مؤسسة قانونية موجودة في القانون المدني الموجود أمامه. وفي ظل غياب قوانين وتعريفات للعمليات الإسلامية، لعمليات الصيرفة الإسلامية تحدد ما هي خصائصها وما هي شروطها، سيتكرر الوقوع بالخطأ، وسيقوم والقضاء بتفسير العقود وفقاً لما يرتأونه. إن انعكاس هذه المخاطر القانونية خطير جداً، وقد رأينا ما حدث عند حدوث الأزمة المالية من مصائب ومن كوارث، أقله يقال بأنها كانت لا تراعي الجوانب القانونية للعمليات. فإذا جرى إعادة تكييف عقود قانونية معينة
بتكييف آخر أو جرى إبطالها أو جرى تطبيق قوانين لا تأتلف والشريعة الإسلامية، المشكلة قد تكون على سبيل المثال إخضاعها لنظام ضرائبي شديد القساوة، أو مثلا إضافة اعتبارها باطلة في حال كانت مخالفة للانتظام العام، أو مثلا زوال الضمانات، أو مثلا مخالفتها للأحكام الشرعية وما يتأتى عن ذلك من انعكاسات على المستثمرين أو على العملاء أو على حملة الصكوك في حال إصدارات الصكوك مثلا. النقطة الأولى التي سنبدأ بها، هل يمكن إدخال المعايير الشرعية ضمن العقود؟ والنص على سبيل المثال في بند تنازع القوانين على أنه يطبق القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي بشكل لا يتعارض مع أحكام الأيوفي، لأنه قلنا إذا قلنا لا يتعارض مع أحكام الشرع الإسلامي سندخل بجدلية صعبة جدا. وهنا أيضا أقول بأنه يمكن في حال كان هذا البند موجود أن لا يطبق القانون البريطاني بشكل لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بشكل مطلق، يمكن الوصول إلى حلول، وإنما الحل سيكون صعبا ومعقدا، وسنرى كيف سيقوم القاضي بتحليل هذا البند. إذن من المستحسن أن نحيل البند إلى معايير محددة واضحة كمعايير الأيوفي. يمكن القول يمكن يخضع هذا العقد للنظام القانوني الإنجليزي بشكل أن لا يتعارض مع معايير الأيوفي، ويمكننا القول بأن المعايير الأيوفي قد أحدثت ثورة قانونية، يعني يمكن وقد تعدت بأشواط الثورة القانونية التي أحدثتها أحكام المجلة العثمانية، أحكام المجلة العدلية سنة 1863، والتي تعتبر من المواريث القانونية التراثية الإسلامية. لماذا؟ لأن محل مجلة الأحكام العثمانية عندما صدرت كمقابل للقانون المدني النابليوني الذي صدر سنة 1803 قد جاءت وأسست لنظام قانوني مدني مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. المشكلة والفرق لماذا معايير الأيوفي تعدد بأشواط أحكام المجلة العثمانية لسببين مهمين. السبب الأول أن معايير أحكام المجلة العثمانية كانت تطبق فقط في البلاد الواقعة تحت سلطنة السلطنة العثمانية، في حين أن معايير الأيوفي تطبق في أمريكا، تطبق في لوكسمبورغ، تطبق هي وورلد وايد، كل العالم يطبق معايير الأيوفي وبحاجة لأن يتعلم معايير الأيوفي. النقطة الثانية والمهمة، وهي نقطة مهمة جدا عند حصول النزاع القضائي، ألا وهي أن مجلة الأحكام العثمانية بنيت على المذهب الحنفي فقط، في حين أن المعايير الأيوفي بنيت على المذاهب كلها، على الآراء كلها، شارك بإعدادها خيرة علماء الأمة، وبالتالي لا يمكن لأحد الفرقاء المتنازعين أن يطعن بنقطة مثلا معايير الأيوفي بالقول أنها تخضع لمذهب معين، في حين أن الدولة التي تم التعاقد فيها يخضع لمذهب آخر وما إلى ذلك. إذن هي مجموعة متكاملة لا تشوبها إلا شائبة واحدة سنستعرضها بعد قليل، من النظام القانوني الذي يؤسس لقوننة أو لإطفاء أرضية قانونية صلبة للصيرفة الإسلامية. وقد يعني لفت انتباهي دراسة صدرت سنة 2002 والتي قالت بأن معايير الأيوفي، وكانت هذه الدراسة سنة 2002 يعني عند صدور ممكن حوالي 10 أو 15 معيار وليس كما اليوم، قالت إنها تشكل أكثر نظام قانوني لقوننة الصيرفة الإسلامية ولتحديد أطر الصيرفة الإسلامية. بالنسبة لعقود التمويل، إذا طرح مثلا عقد تمويل إسلامي أمام القضاء، هنا يقع النزاع. إذا كنا سنطبق هذا العقد في دولة تراعي أحكام الشريعة الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية، السودان إلى آخره، الإشكالية القانونية هنا في غياب معايير الأيوفي أو في غياب أي نظام قانوني أو معايير واضحة هي إعادة التكييف. يعني سيقوم القاضي مثل ما فعل قاضي إمارة دبي باللغط على سبيل المثال أو بإعادة تكييف هذه العقود وفقا ما يرتئيه،
وبالتالي قد يرى عقد التورق هو كعقد قرض حسن أو الإجارة المنتهية بالتمليك كعقد بيع بالأقصى، في حين الدول التي لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية مثل مثلاً لوكسمبورغ أو بريطانيا أو إلى آخره، يمكن هنا إضافة بعد تعديل اتفاقية روما التي سمحت للفرقاء أن يتفقوا على تطبيق قانون معين ليس قانون دولة معينة، تطبيق على سبيل المثال معايير الأيوفي التي هي صادرة عن مؤسسة معترفة معتمدة لتنظيم هذه العمليات. بعد تعديل اتفاقية روما يمكن إدخال هذا البند في بند المنازعات، ولكن هنا يجب أن ننتبه إلى نقطتين. النقطة الأولى، في حال قلنا في العقد تخضع هذا العقد لأحكام القانون البريطاني في كل ما لا يخلف أحكام الشريعة، فول ستوب، تحليل القاضي أمام هذا النص سيكون مثل تحليل النزاعات القانونية التجارية الدولية التي كانت تعتمد معيار الليكس ميركاتوريا أو قانون التجار، لأن كافة القوانين التجارية الدولية الحالية مثل مثلا الاعتمادات المستندية، قوانين التجارة الدولية، قوانين الشيكات الدولية، كلها كانت بالبدء أعراف تجارية، وعلى مر الزمن أصبحت قوانين، وبالتالي سيطبق نفس الشيء على معايير الأيوفي. سيعتبر القاضي بأنها هذه قوانين هي أعراف أو آراء فقهية، وسيقوم بالتحليل نفسه، وهنا سيقوم بالتحليل مثلا على سبيل القياس أو على سبيل الاستئناس أو على سبيل الاستصلاح، وقد يدعى الفرقاء ليقول لهم عظيم ماذا بالنسبة للتخير، هل تريدون المذهب الحنفي أو الفقهي، أو يعني من فوت بديباجي يمكن تؤخر أمد النزاع وستؤدي حتما إلى ربما ضياع الحقوق. لذلك يفضل أن يكون البند ينص على مجموعة موثقة من المبادئ الشرعية، كأن يطبق القانون الإنجليزي في كل ما لا يعارض أحكام الأيوفي، وبالتالي أصبح للقاضي مجلد قاعدة قانونية يمكنه العودة إليها، كما يفعل مثلا القاضي البريطاني، يمكن يخضع هذا القانون للقانون الفرنسي وتكون المحاكم المختصة المحاكم البريطانية، يمكن هذا البند، وبالتالي يمكن تطبيق نفس الشيء للمحاكم البريطانية لمعايير الأيوفي، لأن القاضي عند النظر بنزاع يخرج خارج إطار معلوماته وصلاحيته مثل المحاكم البريطانية لتطبيق القانون الفرنسي، ستقوم بتعيير خبير، هذا الخبير عليه أن يعود إلى قواعد قانونية واضحة التي هي القواعد القانونية الفرنسية، ويقدم تقرير خبرته إلى القاضي الذي سيحكم وفقا لتقرير الخبرة، وبالتالي هذا ما سيطبق حتما على معايير الأيوفي. اللهم إذا اعتبرت معايير الأيوفي هي معايير تتوفر فيها خصائص القاعدة القانونية، لأن لاعتبار قاعدة قانونية يجب أن تتوفر خصائص في النص المعين، يجب أن تكون القاعدة عامة، يعني لا مش محددة، لا يجوز القتل، مش بيقول لا يجوز قتل الرجال أو قتل، هي قاعدة عامة، قاعدة مجردة، وقاعدة يفهم منها أنها تؤدي إلى إنشاء علاقات قانونية ملزمة بين الأطراف. كل قاعدة تتوفر فيها شروط وخصائص القاعدة القانونية يمكن اعتمادها كقاعدة ويمكن الاستعانة بها عند حدوث أي نزاع. بالنسبة لفض المنازعات، قلنا على سبيل المثال، وهنا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، يخضع هذا العقد للقانون البريطاني بشكل أن لا يعارض أحكام الشريعة، يجب التنبه إلى أن كل نظام قانوني يحتوي على نوعين من القواعد القانونية، هناك القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة. القواعد القانونية الآمرة هي القواعد القانونية التي تتعلق بالانتظام العام وبالأداب العامة التي لا يجوز الاتفاق على عكسها، مثلاً من القوانين الآمرة قانون الإفلاس، لا يمكن الاتفاق بالاتفاق بين الأطراف مثلاً على التكابر أو على التطاول على بعض نصوص قانون الإفلاس، لأن قانون الإفلاس يطبق
كنص آمر لا يجوز الاتفاق على عكسه، وإنما مثلا من القواعد المكملة القوانين المدنية تنص على أنه في حال البيع بين البائع والمشتري، في حال سقوط العقد المشتري يتحمل مصاريف العقد، إنما لا شيء يمنع من الاتفاق في العقد على أن البائع يتحمل مصاريف نقل الملكية أو مصاريف البيع. هذه القاعدة تعتبر من القاعدة المكملة. وإذا استدرجنا القوانين الغربية نرى أن الأسس الأساسية للصيرفة الإسلامية مثل مثلا الربا أو الفائدة هي من القواعد المكملة، يمكن للفرقاء الاتفاق على التنازل عنها، وبالتالي لن يأتي القاضي ويلزم الطرفين أو الأطراف بتطبيق الربا أو بقبول أو بدفع إذا كانوا متفقين على رفضها. الغرر هو من المواضيع التي يمكن الاتفاق عليها، يعني ممكن إدخال هذه المعايير. يجب الانتباه بأن القواعد الآمرة لا يجوز الاتفاق على عكسها، وكل ما خالف القواعد الآمرة من قواعد مكملة يطبق عندها أحكام الأيوفي التي تتعارض مع القوانين الوضعية التي نحن بصدد التنازع في ظلها. وإنما لإمكانية القيام بهذا الشيء على معايير الأيوفي، وأنا قلت هذه الإشكالية الوحيدة الموجودة، يجب صياغة هذه المعايير دون المس بالجوهر وإنما المس بالشكل، صياغتها بطريقة قانونية علمية. وهنا أخذت على سبيل المثال الصياغة مثلا بين المعيار حول أنواع الحقوق المالية والصياغة القانونية وفق نصوص المعايير والصياغة القانونية الواجبة. وهنا نرى الاختلاف مثلا بالتفسير بطريقة التقسيم، وإضافة إلى إعادة الصياغة بشكل قانوني علمي يجب سد النواقص. مثلا بالمعايير الأيوفي عند التكلم عن الحقوق المالية استعرضنا الحقوق العينية والحقوق الشخصية، ولكن أغفلنا نقطة مهمة جدا ألا وهي التعسف في استعمال الحق يلي هي abuse of right. مثلاً مبدأ التعسف باستعمال الحق هو مبدأ موجود في القانون الفرنسي أو القانون المدني. بشرط أن يكون أن يسبب هذا الأمر ضرراً للغير. بالقانون الأنجلوساكسوني هذا المبدأ غير موجود، إنما بالقانون المدني الفرنسي هذا المبدأ موجود، وبالتالي بحسب الأحكام الشرعية أيضاً مبدأ التعسف في استعمال الحق موجود. وبالتالي على المعايير الأيوفي أن يتم إعادة صياغتها بطريقة علمية قانونية متسلسلة منطقية، نزيل الحشو، وبالتالي سد النواقص لتكمل البيوت أو الجوانب القانونية. الحلول المقترحة، وهذه الحلول المقترحة يعني ما عم نخترع البارود، ويحق للصيرفة الإسلامية أن يكون لها ما يكون لغيرها، والعديد من المؤسسات قامت بقوننة هذه المبادئ التجارية أو هذه الأعراف، ونذكر منها مثلا القوانين التجارية الدولية الصادرة عن اليونايتد نيشن اليونيسترال، أو مثلا القانون التعاقد النموذجي الصادر عن مؤسسة يونيدروا التي قامت بإعداد قانون تعاقد نموذجي يتفق الفرقاء على ما يتفقون عليه، وكل ما أغفلوه يعود للبدء بهذا. أو مثلا العقود النمطية مثل الـ IIFM والإسدا.
وأخيرا توصية سريعة أن يوافق فضيلة الدكتور الشيخ عبد الستار على أنه يجب أن نبدأ بإلزام المصارف الإسلامية أقله العاملة في الدول التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بإدخال بند معايير الأيوفي في عقودها كأداة فضلة اللجوء إلى التحكيم، لأن التجارب قد أظهرت بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند اللجوء إلى التحكيم كانت أكثر توفيقاً من تطبيقها في المحاكم، وبالتالي البدء بإعادة صياغة معايير الأيوفي لتتماشى مع ما نرجو إليه، والله ولي التوفيق وشكراً. شكراً للدكتور برنار. يعني بالنسبة للشريعة الإسلامية هي قواعد قانونية كما ذكر الدكتور، لأنها تستوفي خصائص القانون من كونها عامة ليست مفصلة على مجموعة تتحكم فيها، ومجردة لأنها أيضا محايدة ولأنها ملزمة. أذكر هنا أن مؤتمر باريس الذي عقد 1951 تحت عنوان الحقوق الشرقية، وشارك فيه فقهاء من العالم الإسلامي، من مصر الشيخ دراز ومعه ناس، ومن سوريا الدواليبي وغيره. انتهى هذا المؤتمر إلى تقرير أن الشريعة الإسلامية هي قانون صالح للتطبيق، وحمل مسؤولية المسلمين أن يوجدوا ويبرزوا هذا القانون في إنشاء معجم فقهي، هكذا قالوا. تلقفت هذه التوصية كلية الشريعة في دمشق وأصدرت، بدأت تصدر الموسوعة الفقهية السورية التي صدر منها بعض أعمال، ثم انتقلت إلى مصر، ثم انتقلت إلى الكويت، وكانت الموسوعة الفقهية التي شملت 45 جزءا. إذن هذا يعني لما نقول أن الشريعة الإسلامية هي قانون، هذا أمر اعترف به العالم الغربي المستشرقون. ثم إن الشريعة الإسلامية طبقت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وجدت القوانين الوضعية، هي كانت قانون المسلمين، إلى أن أبرزوا هذا في مجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية اللي كانت رقعتها أكبر رقعة في العالم، وقام إلى جانبها في مصر اللي كان منفرد فيها محمد علي مرشد الحيران في أحوال الإنسان اللي هو قانون مدني، وكان من صنع محمد قدري باشا وزير العدل في ذلك الحين. يعني هذا شيء مقرر يجب أن نتمسك به. وأشار الدكتور أيضا إلى التحكيم، ومعنا الأمين العام للمركز الدولي للمصالحة والتحكيم، وجاء دوره الآن أن يتكلم مشكورا عن هذا الموضوع. تفضل الدكتور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا كثيرا. أشكر القائمين على هذه الندوة، كما أشكر الزميل على ما تفضل به من معلومات. الحقيقة المطلوب مني التعليق على ما ورد بالورقة، ولكن إضافة لذلك عددت يعني عرض لما لا يستغرق 7 إلى 10 دقائق لتوضيح بعض المسائل الشكلية، وهي شبه مساهمة من المركز في تحسين أو التحسين الشكلي للمعايير. بالنسبة للنقطة التي تفضل بها الزميل حول موضوع إعادة التكييف، الحقيقة صحيح إلى حد كبير أن إعادة التكييف تعود إلى أن القاضي له قوالب جاهزة، وعادة ما يسقط المنتج المالي الإسلامي في بعض القوالب القائمة كما حصل في السكوك، لأن القاضي ليس له ثقافة حول موضوع السكوك فحاول تنظيرها على ما حصل في السندات. ولكن بتتبعنا لكثير من القضايا التي تم إعادة تكييفها تبين لنا أن هناك سبب آخر، وهذا السبب هو ربما قد يكون تقصير من بعض المؤسسات في عرض بعض منتجاتها، كما حصل في هذه الحالة التي تم إعادة تكييف الإيجار المنتهي بالتمليك إلى بيع بالتقسيط، فلم يتبين للقاضي أن المؤسسة المؤجرة هي مالكة ولها الغنم وعليها الغرم، ثم حصل في نفس الوقت أن هناك وعد بالشراء وهناك وعد بالبيع،
فالقاضي جمع بين الوعدين واعتبر أن هناك اتفاق على إحالة الملكية. الحقيقة هذا خلاص القول في هذه النقطة، أنه على المؤسسات المالية الإسلامية ألا تعطي فرصة للقاضي حتى يعيد التكييف. النقطة الثانية وهي تتعلق امتداد للأولى، هي أن إذا تم إعادة التكييف فما ذكره الزميل من آثار سلبية على المؤسسة ممكن نضيف ربما أثرين. الأثر الثاني لما ذكر أن إعادة التكييف فيها إساءة إلى المؤسسة المالية الإسلامية، وهذا ذكر في السمعة في المعايير التي ذكرت في IFSB، يعني الخطوط الإرشادية ذكر مخاطر السمعة، فهذا يمس من سمعة المؤسسة. ثم إذا ما تم إعادة التكييف الإيجار منتهي بالتمليك إلى بيع بالتقسيط، لا يمكن أن تعول المؤسسة على التسكيك ما كان يعرف بإيجارة التي أصبحت بيعا، وبالتالي يعني أثار إعادة التكييف والمساوي طويلة جدا. بالنسبة للإحالة على المعايير كقانون وجب التطبيق، الحقيقة هذا ما نسعى إليه، والمركز أول مستخدم للمعايير، لكن هذا يستوجب أن يستنفذ المعيار كامل عناصر النزاع. مثلا لو أخذنا الاستصناع وما يقابله في القانون عقد المقاولة، نجد أن عقد المقاولة في القانون قد استنفذ الموضوع بالكامل: التعريف، الأطراف، الفسخ، التعويض، يعني عبارة الموضوع مستنفذ بالكامل. بينما لو نظرنا في موضوع الاستصناع نجد أن الموضوع الذي ذكر حول الاستصناع، نجد الاستصناع الموازي ونجد شروط الاستصناع، ولكن فسخ عقد أو مدى تنتقل الملكية التي هي هذه بيت قصيد عند النزاعات، لا يعرض النزاع على القضاء على الفرق بين يعني الاستصناع العادي والاستصناع الموازي، وإنما يعرض الموضوع حول مدى أحقية المستصنع في الملكية ثم متى تنتقل، وإذا ما حصل فشل في منتصف الطريق. كل هذه المسائل ربما على المعايير أن تتدركها كما سنرى فيما بعد. بالنسبة لصيغة تحكيم القانون الوضعي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، هذا مخرج كان مؤقت إلى حد ما، وكان مخرجاً في السنوات الأولى من نشاط المؤسسات المالية الإسلامية. أعتقد اليوم بعد 30 سنة مفروض أن نمر إلى صيغة دائمة، لأن هذا كان حل وكان مخرج مؤقت. فإذا ما تعثرت يعني المعايير في الصدور، وإذا ما عرضت معايير لا تغطي كل عناصر النزاع، فسوف يصبح هذا الحل دائماً بعد أن كان مؤقت. ولهذا النتيجة لابد أن نسعى إلى إصدار أكثر ما يمكن من المعايير وبالجودة المطلوبة كما سنرى في المسائل الشكلية فيما بعد. بالنسبة لموضوع تطبيق القواعد العامة للتجارة، الحقيقة أن هذا الموضوع لمسناه في المركز، أنه حتى لو ذكرنا أن يتم تطبيق قواعد العدل والإنصاف فهذه واضحة، لكن نظر الاختلاف في الثقافات القانونية بين 3 مدارس كبرى، المدرسة الأنجلوساكسونية مثلا، ومدرسة القانون الفرنسي مثلا، والشريعة الإسلامية، نجد أن القاضي البريطاني أو الفرنسي يعتبر من العدل والإنصاف أن يحكم بغرامة التأخير، بينما في الفكر الإسلامي الحكم بغرامة التأخير له مآخذ باعتبار أن لما أصبح دينا في الذمة تجمد، بينما يرى القاضي الفرنسي أو القاضي البريطاني من العدل والإنصاف أن يحكم بغرامة التأخير لأنها نوع من التعويض للمدين للدائن، لأن المدين استفاد من هذه الفترة أو من هذه المدة. بالنسبة لفض النزاعات بصيغة التحكيم، وهذا موضوع يهمنا مباشرة، لكننا بكل صراحة نرى أن التحكيم هو عبارة طريقة وصيغة ووعاء، لكن يحتاج إلى قانون وجب التطبيق. التحكيم صيغة، يعني لم نتقدم إذا عرضنا الأمر على التحكيم إذا لم يتم تعزيز هذه الإحالة بقانون، وهنا نريد أن نفعل المعايير.
إذن كل هذه الملاحظات يعني مجتمعة تدفع باتجاه تعزيز المعايير الشرعية لتصبح القانون. والحقيقة لابد في هذا على الأقل في هذه الندوة أن نمر من الحالة التي عليها نحن عليها هذه السنوات بأن نجعل المعايير يعني ضمن الحلول أو المعايير ضمن البدائل. نحن ننطلق أن المعايير أصبحت بديلا ونسعى إلى تحسينها شكلا ومضمونا، والآن نمر إلى ما يقترحه المركز. إذن لا ينكر دور المعايير، هذه ثروة علمية لا يستهان بها، والملاحظات التي ستذكر الآن لا تقلل من قيمة المجهود العلمي الذي كان ربما حصيلة 30 سنة من العمل. ولهذا نذكر الآن أن المعايير سوف تفرض نفسها بمضمونها وصيغتها. إذن كيف ذلك؟ مثلا نجد في بعض المعايير غياب التعريف أو يأتي التعريف متأخر. إذن هذه ليست صيغة تقدم على أن المجلة كود وتحترم وتعتمد من قبل الجهات الأجنبية، لأن إذا لم يوجد تعريف أو وجد التعريف كما في المرابحة في الملاحق، بينما الأصل في التعريف أن يكون صلب النص، لأن قوة التعريف لما يأتي صلب النص، وبعض المرات لا نجد تعريفا بالمرة في بعض المسائل، أو قد يأتي التعريف متأخرا يذكر التعريف في المادة الرابعة أو الخامسة. نجد كذلك ربما من المسائل الشكلية أن يذكر الاستثناء قبل الأصل. هناك بعض الأمثلة، مثلا في الفقرة المتعلقة بالمرابحة لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين، ثم نصت مادة فيما بعدها يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار. من الناحية المنهجية كان من المناسب ذكر هذه الفقرة الأخيرة مباشرة بعد الفقرة 2-3-1، بينما يجد فقرة أخرى تتوسط هاتين الفقرتين. موضوع استنفاذ الموضوع بالكامل كما ذكرت من كل جوانبه، مثلا في التورق لم يذكر ما هو مآل عدم احترام مراحل وشروط التورق. هل يصبح قرضا عاديا؟ بعض المصارف طلبت يعني أن يكون قرض مع الفائدة لأن حرمت من الربح. هذا ليس ربما رأي معد المعيار، يصبح قرضا حسنا. فلا بد أن تذكر مسائل مثل هذه وتكون واضحة. كذلك مسؤولية الموكل عما يصيب الوكيل، في القوانين نجد أن هذا يؤدي إلى استنفاذ الموضوع بالكامل. ما هي حقوق وما هي واجبات الوكيل بالكامل والموكل كذلك. دمج المواضيع المتقاربة والمتكاملة. نحن عندنا معيار رقم 5 يحمل الضمانات، ومعيار رقم 39 يحمل التطبيقات المعاصرة للرهن، بينما سواء كانت تطبيقات معاصرة أو كانت يعني ضمانات ككل، أعتقد لابد من دمجها مع بعضها وتكون في شكل معيار واحد. وهذا الدمج يعني له أهمية خاصة إذا رأينا أن هناك الوكالة مطلقا، وهناك الوكالة بالاستثمار، وهناك التصرف الفضولي. فكان من المناسب أن يكون معيار حول الوكالة وينظر في التفاصيل فيما بعد، يذكر عناصر الوكالة ككل ثم يذكر الوكالة بالاستثمار وهي نوع من الوكالة، بدليل أن الوكالة بالاستثمار أحالت إلى الوكالة في أكثر من 5 مواضع. تفادي عدم التكرار، لاحظنا بعض في بعض المسائل أن هناك ذي أمثلة مذكورة لا أتيل أن يتم هناك تكرار، وهذا يقع فيه تشويش على القاضي لما يقرأ فقرة في مكان ثم يجد نفس الفقرة مذكورة في مكان ثاني. ربما بالنسبة لمعد المعايير هذا نوع من التأكيد، ولكن ربما باختلاف بعض المصطلحات أو حتى باختلاف بعض الكلمات قد يفهم أنها صيغة ثانية أو يفهم أنها صيغة مكملة أو أنها استثناء. هذا كذلك من المسائل التي يجب التفطن إليها. تفادي المكان غير المناسب لبعض الفقرات، يعني بعض المرات نجد أن هناك فقرة في مكان غير مناسب، مثلا في المتعلق بالشركة والشركات الحديثة يجوز إشراك بنوك تقليدية مع مؤسسة التمويل المصرفي، ثم في فقرة ثانية
نجد أنه يجب أن تكون هذه العقود مجازة من قبل الهيئات الشرعية، وبالتالي هذا نوع من التكرار ربما غير موفق. في المضاربة المقيدة، هذه كذلك نقطة أخرى، في المضاربة المقيدة نجد تقييد بالمكان وتقييد بالمجال، ثم في فقرة أخرى نجد التقييد بالزمان، بينما كان من الأوفق أن يتم دمج أو وضع كل عناصر المضاربة المقيدة من مكان وزمان ومجال في المكان الخاص والمكان المخصص للمضاربة المقيدة، بينما وجدناها في صلاحيات المضارب، أي تبعد عنها تقريب 9 مواد. هذه من الناحية الشكلية مأخذ مهم. التقيد بأنماط قانونية معينة، لاحظنا المعايير ذكرت موضوع الشيكات كضمان، وهذه نوع من المجازفة بصراحة، لأن لما تذكر يعني الشيكات كضمان أنت اخترت مدرسة معينة وهي التي تعتمد على الشيكات كضمان، بينما كثير من التشريعات تعتبر أن الشيك أداة ضمان، فحتى لو قدم الشيك قبل الأجال على البنك أن يسدد المبلغ، وربما يعاقب من أعطى الشيك بتاريخ لاحق، لكن أن نعتمد على بعض ربما الممارسات في بعض الدول على أن تصبح مرجعاً، والحال أن المعايير تطمح إلى الدولية، ربما هذا في مسألة. وأعطيت أعطيت الحل الأنسب كذكر ضمانات ككل، وإذا كان لابد من ذكر الشيكات يمكن أن نقول القيم المنقولة والأوراق التجارية، فالقيم المنقولة تكون أسهم وسندات، بينما الأوراق التجارية يدخل فيها الشيك، ولا نذكر الشيك بالاسم لأن له يعني مآخذ خاصة إذا كان أصبح ضمانا. السهو عن النص عن بعض الشروط الأساسية، يعني لاحظنا أن في بعض المعايير يتم السهو على شرط معين يذكر في مكان ثاني، مثلا في المرابحة ذكر موضوع غرامات التأخير وأن تصرف في أوجه البر كعقوبة للمدين المماطل، ولم تذكر المماطلة بينما ذكرت في المعيار الخاص بالإجارة، معنى يفهم وكأن غرامة التأخير في المرابحة هي مطلقة وغير مقيدة بالمماطلة، بينما الأصل فيها هي شرط أساسي أن تكون عقوبة للمدين المماطل، لأن المدين المعسر له آية قرآنية تسعفه، المدين المعسر، بينما المماطل يجوز يعني ربما كما ذكر في الحديث أن يعني يؤخذ منه المال، وحتى ربما أحيانا يصل الأمر إلى أكثر من ذلك. مراعاة الإجراءات القانونية في مجالات ليس مخالفة لأحكام الشريعة، هذه نقطة مهمة جدا. نص المعيار على أنه يجوز للمدين أن يفوض البنك الدائن أن يبيع الرهن ويعني يتحصل على الدين من خلال هذا البيع، بينما نرى في القوانين وهذا في حماية المدين أن إذا دخلنا في مرحلة نزاع بين العميل والبنك وهناك بيوعات عقارية فتصبح من مشمولات القضاء لحماية المدين، فنحن فوضنا الدائن أن يبيع العين المرهونة، وهذا قد يكون هناك احتكاك مع القانون، ربما كان من الأوفق أن نضيف على أن يتم بيعها بالمزاد العلني، لأنه لا نعطي تفويض وصلاحيات واسعة للبنك، لأنه ليس من مصلحة البنك أن يتحرى في بيعها بصفته دائنا، لا نذكر البنك مطلقا، يعني الدائن ليس له يعني من ربما من الحرص على بيع العين المرهونة بسعر السوق، فعادة ما يميل إلى بيعها ربما بأقل الأثمان حتى يغطي الدين، ولهذا تفادي للتهمة كان من الأوفق أن نذكر أنه يجب أن يكون البيع بالمزاد العالمي مثلا، تفادي التناقض. ذكرت بعض الأمثلة في التناقض في المعايير وهي طويلة لن أسهب. النقطة أخيرة، ربما الآن المعايير تطمح إلى الدولية والمعايير الآن متاحة أمام الجامعيين للبحوث، فكان من المناسب ربما إعداد فهرس في المحاور، لأنه الآن لو نظرنا مثلا في كلمة الوعد موجودة في المرابحة وموجودة في الإجارة وموجودة في الاستصناع وموجودة في عقود أخرى، وليس هناك معيار حول الوعد، فالبحث عنه يكون صعب. كذلك موضوع التحكيم، هناك معيار خاص بالتحكيم وذكر التحكيم في المضاربة
وذكر التحكيم في الوكالة بأجر، فبالتالي لابد من إيجاد ربما قاسم مشترك، وهي الفهارس التي يستند إليها الطالب. في الخاتمة أقول أنه نود التنبيه لأن هذه المحاضرات اقتصرت على الجانب الشكلي، ولنا دراسة أوسع من ذلك، عندنا دراسة مستفيضة وشبه مسح للمسائل الشكلية في المعايير الشرعية، وذكرنا منها البعض. الآن المطلوب هو دعم وتيرة إصدار المعايير، وأعتقد ربما من الآن إلى 2020 من الموفق أن يصل عدد المعايير إلى 100، لأنك أنت الآن لو تجعل منها مجلة أو كود وعددها 50 ربما لم تغطي جميع المجالات. فنحاول أن تصل المعايير في الخمس سنوات القادمة إلى 100 معيار، ولكن هذا لا يتم ربما بالطريقة الحالية في انتقاء المحاور، لأن ما يقوم عليه انتقاء المحاور اليوم هو الاعتماد على حاجة المؤسسات، وهذا موفق جدا، أي ننطلق من الواقع، ولكن أعتقد أن يكون هناك إلى جانب انتقاء المحاور من الواقع ومن حاجة المؤسسات أن يتم انتقاء مواضيع استشرافية، فيكون هناك عبارة مجالين، مجال يعتمد على الواقع ويعتمد على تلبية الحاجة للمؤسسات، وهذا موفق كما قلت لحد كبير، وفي نفس الوقت نعتمد على طريقة أخرى في استنباط المحاور وهي طريقة استشرافية. ثم في نقطة أخيرة ربما هي في مسألة المحاور، كان من الموفق ومن المهم جدا أن نعد معيار حول الملكية، لأن اليوم كان المفروض ربما يكون من أولى المعايير، لأن كل العلاقات أو جلها تقوم على الملكية من سكوك ومن عقود البيوع، ولا نجد معيارا حول الملكية يستنفذها بالكامل، يعني الملكية بكل أنواعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور عبد الستار الخويلدي على هذه المداخلات الطيبة، وأريد أن أشير إلى أن معظمها إن لم يكن كلها تكميلية وتحسينية، وباب التكميل والتحسين مفتوح على مصراعيه. وما أوصى به من وجود لجنة صياغة، هناك لجنة صياغة فعلا، لكن الصياغة تختلف فيها الأنظار، يعني واحد يصوغ ثم يأتي آخر يصوغ، حتى الشخص نفسه لما يكتب حاجة ويعيد النظر فيها يبدل ويعدل. ولذلك يقول القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني، وذكر هذا في أول معجم الأدباء منسوبا للعماد الأصفهاني، مع أنه بكلام عبد الرحيم البيساني القاضي الفاضل في أيام صلاح الدين، يقول: إني نظرت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو قدم هذا لكان أحسن، ولو أخر هذا لكان يستحسن، ولو زيد هذا لكان أفضل، ولو نقص هذا لكان أجمل، وهذا آية نقص البشر. فنحن لكن أنا كنت أتمنى على الدكتور أن يقدم هذه الملاحظات إلى الهيئة، لأن الهيئة يعني بابها مفتوح على مصراعي لتلقي الملاحظات والتجويدات والتحسينات، ومعنا أمين الهيئة إن شاء الله يعني يأخذ هذا بالاعتبار. نريد أن تقدم هذه مباشرة، بارك الله فيك. أثني على ما جاء في آخر بحثه من ضرورة وضع فهرس ألف بائي للمصطلحات، أي مصطلح يذكر، ويذكر كل الأماكن التي ورد في هذا المصطلح، وبهذه يصير نوع من التجميع. كذلك هناك في الهيئة فكرة بأن يوضع شجرة لكل الموضوعات والمبادئ والصيغ التي يتطلبها العمل المصري في الإسلامي، ثم يأتي هذا إن شاء الله تباعا. جزاك الله خيرا دكتور. الآن ننتقل إلى المتحدث الأخير، وهو الدكتور خالد جاويد، كبير المستشارين في مؤسسة شارلز روسل، وفي هذا الموضوع تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My talk is going to be probably a lot shorter than Bernard's and Dr. Abdelsadr, and their talk was very good and very interesting.
I'm going to be discussing in terms of aspects of incorporation of the AAOIFI standards and into the Islamic documentations. The issue I have here at the moment is that the Sharia is just, at the present time, is considered to be just a body of rules. There's no corresponding legal system at this present time where you have that with civil law and you have that with the common law jurisdiction. You have you have the laws and you have the legal system. The issues, the problems that Bernard and Dr. Abdullah Sata have pointed out, incorporating AAOIFI standards in a legal documentation is a result of applying two legal traditions together in a documentation. In terms of you have two different legal traditions being bundled together in a documentation, they both have different approaches, and as a result, you're going to have differences and you're going to have issues in terms of that. So as a result of Sharia not having a legal system per se, the best way you can have a legal framework of Sharia-compliant documentation is that you have it produced and enforced within a legal national legal system. The problems that you have in terms of if you have Islamic finance documentation in a civil law jurisdiction is that the laws provide very general aspects specific of Islamic law. The documentation that you have with banks, they can produce very complex, very structured products, the civil law jurisdiction does not provide a specific enough areas of law to. And so what happens is, in a dispute scenario, the judge will probably allow something which is contravention of Sharia principles. And so basically you have increased legal risks, you have uncertainty, also in the common law jurisdiction, because it's based on precedent background, you have the similar problems, you have level of uncertainty, and we've seen them in previous cases which have been highlighted. The best way is to incorporate something like a Sharia standards, which has been devised by AAOIFI. This is the way of standardization of Sharia rules, which I think they attempted to and then we should also codify these Sharia rules. So when they are incorporated into legal documentation, there's a clear reference point. If there are disputes, you can either go to two routes. You can go to litigation or you can go to arbitration. The issue with litigation is that if you go to the litigation route, there's a misunderstanding by the judge in terms of what the transaction is meant to be doing. And so you get a lot of judgments which allow certain things which are naturally compliant, like lost profits or damages, because it's allowed in the common law or civil law jurisdiction. So you're going to have issues which could result in contravening Sharia principles. The alternative route is the arbitration route, which is a quite interesting route because in litigation, you can't choose your judges, but in arbitration, you can choose your experts. You can choose the arbitrators. And I think the best route to resolve disputes in Islamic finance documentation is through arbitration. You can choose who your arbitrators are, and they can also be our learned scholars who can be arbitrators, who are Sharia experts, who are familiar with civil law jurisdictions, who are familiar with common law jurisdictions as well. And so you basically have an arbitration where you have these experts who are familiar with Sharia law, familiar with these different legal traditions, and you will get a more certain, more predictable outcome in your case. What we are seeing now is a trend is a national level approach where you see Malaysia now have adopted a national Sharia board, which is
work in conjunction with regulators. And you're seeing other countries are looking at that. Indonesia, you're looking at also countries like Oman, Pakistan, Morocco, and Nigeria also, and also UAE are thinking about setting up a national authority. This is the best way to go. These national Sharia boards can codify the Sharia rules, make it more certain in transactions, so it makes the dispute scenario more certainty, more predictable, and more fairness for both parties. I think basically this is what, so arbitration is definitely the way to go, and I think it's one of the components of a legal frame for Islamic finance. You need to have the law regulations. We have the Islamic Banking Acts in the various countries, Muslim countries. You need to ensure the Islamic finance contracts are enforceable. There are issues with that, and I think Bernard and Dr. Blasetta have discussed that issue. You need to have the appropriate dispute mechanism, which I regard, I think that arbitration is the way to proceed in that regard. And I think Malaysia has been the leader in that direction in terms of setting up the Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration. It's based on the UN Central Model Law. And I think they have a national Sharia board which works with the regulators, and I think other countries are following suit. You have a more certainty under arbitration, and I think that's probably the way to proceed. And I think having AAOIFI standards, which is a standard which various banks and countries will follow and recognise. Because question: if you have Sharia rules, you have English law subject to Sharia rules. What do you mean by Sharia rules? You could have people have different opinions, and having AAOIFI standards as a reference point in a document to say this is what we mean by Sharia will increase a lot of certainty and a lot of predictability, and this will help the growth of Islamic finance from time to come. نشكر الدكتور خالد جاويد على ما قدمه في هذا المجال. أريد أن أشير إلى أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر قراراً في التحكيم سابقاً، وأن هيئة المحاسبة أيضاً أصدرت معياراً للتحكيم. كما أشير أن الملكية تنتقل بالعقد، والضمان ينتقل بالقبض. يعني هي قواعد فقهية لا بد من إدراكها. الآن نفتح المجال للقاعة، يمكن أن نأخذ ستة أسئلة من كل جناح سؤالان. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكاترة الأفاضل. حقيقة الموضوع القانوني له أهمية كبيرة، فأنا أود أن أسأل الأساتذة: هل تروا أن يشارك شخص قانوني مع السادة العلماء في صياغة المعايير حتى تكون مناسبة كمرجعية قانونية، أو أنها تعرض على جهة قانونية دولية قبل اعتمادها؟ هل هذا الذي يعني الإخوة الدكاترة الأفاضل أرادوا أن يصلوا إليه؟ السؤال الثاني: ممكن يكون الشك كضمان، ولكن إذا وضع لدى طرف ثالث بحيث لا يبقى مع الشخص لكن يوضع لدى طرف ثالث، هل هذا مناسب؟ شكرا. شكرا. بالنسبة للشق الأول، ربما يعني زميلي له رأي قد يكون في هذا الموضوع وزملائي لهم رأي في هذا. بالنسبة للشق الأول موجه، الشق الثاني موجه لي مباشرة السؤال. بالنسبة للشق الأول، يعني هذه الصيغة، يعني ليست هناك صيغة يعني مرجعية ونمطية في الموضوع. يا حبذا لو كان هناك من يكون في المعايير يجمع بين البعدين القانوني والشرعي، وهذا يكون مناسب جدا. أو ربما في لا تعرض المعايير كلها، وإنما يعرض المعيار لنظرة خارجية أو لعين خارجية من جانب قانوني، هذه ينظر فيها يعني حسب
ما تراه الهيئة أو ما تراه الإدارة مناسب. يعني ليس هناك يعني مثلا مرجعي، ربما قلت قد يكون من الأوفق أن يكون هناك من ضمن يعني الحاذرين في صياغة المعيار أو نظر في المعيار من يجمع بين القانون والشرع، وبالتالي يتم توسيع دائرة من ينظرون في المعايير لتضم الجانب القانوني مع إدراك بالجانب الشرعي. بالنسبة للشيك، بدون الموضوع الشيك يعني كضمان، الحقيقة الموضوع حتى ولو وضع على ذات طرف ثالث هو يكاد يكون مخرج بالفعل، باعتبار آمنا عدم ربما تسليمه للبنك قبل الأجال، ولكن يبقى للشيك أهمية قانونية، وهو منصوص عليه أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان في تقريب جل التشريعات، ولهذا لا يوسى بأن يوضع لدى الغير، لأنه قد يكون ربما سوء استخدام أو قد يكون ربما عناصر أخرى تغيب عن الأطراف وربما تكون سبب في إيذاء الأطراف من الناحية القانونية. شكرا. بالنسبة للشيك، الشيك كضماني، حتى أنا عندي سؤال عن مدى شرعيته ومدى اعتباره متوافقا وأحكام الشريعة الإسلامية كضمانة للمدين نأخذ شيك، لأنه لمن عم ناخذ شيك عم نحول موجب مدني إلى جرم جزائي في حال ما تم الدفع، لأنه العديد من أكثرية القوانين تجرم من أصدر شيك دون مؤونة. لمن عم بلزم المدين بإعطاء ضمانة لقاء دين مرابحة على سبيل المثال شيك، أنا عم بحول له هالموجب المدني إلى جرم جزائي في حال ما كان في دفع، وهون يعني هذا أمر ممنوع، وأكثرية القوانين تجرم من قبل من أصدر شيكا دون رصيد ومن قبل شيكا مع العلم بأنه دون رصيد. وشكرا. يعني الآن المعايير سمحت بتقديم الشيك ضمانا، وهذا قياسا على النقود. يعني إذا قلنا الشيك أداة وفاء، النقود أيضا أداة وفاء، وقد أجاز عدد من الفقهاء رهن النقود. يعني نحن الآن في الفنادق لما تجي تعمل تشيك إن يقول لك بطاقة، لا يقول لك طيب حط عندي فلوس ضمان، تعطيه فلوس. ليس معنى هذا أنني وفيته وأديته، وإنما عبارة عن ضمان، كما أن الشيك وورقة بطاقة الائتمان أيضا هي أداة وفاء، ولكن أحيانا نقدمها ويقول لك الفندق هذه ضمان جارنتي فقط. يعني الأمر فيه ساعة شوي. طيب الآن من هنا نأخذ سؤالين، تفضل أول واحد وبعدين أنت. لا تفضل أنت. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي بشار قاسم من أزاد أسيت مانجمنت في أمريكا. بالنسبة لموضوع الملكية، الملكية أحيانا ترد في يعني في مسائل مختلفة، مثلا الملكية في الزكاة والملكية في الإرث والملكية في الصكوك. فهل تعريف معيار الملكية سيأخذ بعين الاعتبار خاصة في موضوع تمام الملكية يعني هذه المسائل؟ يعني هل يكون هناك مثلا عندنا في أمريكا، عندنا مثلا في نظام الإرث نتعرض في مجال الاستيت بلانينج لقضية الملكية، وكذلك نتعرض إليها في موضوع الزكاة، ونتعرض إليها كذلك في موضوع السكوك. فكيف يعني ستعرف هذه الملكية بحيث تأخذ بعين الاعتبار، بحيث ما يكون هناك تناقض خاصة في سوابق يعني فقهية ومسائل فقهية بث فيها العلماء؟ يعني الملكية هي نظرية كبيرة جدا وفيها كتب يعني مفصلة، لكن الملكية تنقسم إلى تامة وناقصة وغيرها. لكن القاعدة اللي أنا حبيت أجاوب عليها أنه متى تبدأ الملكية أو متى توجد الملكية؟ توجد الملكية بالعقد، لأن العقد ينقل المبيع إلى ملك المشتري، وينقل النقود في أو الدين في ذمة المشتري إلى البائع. لكن هذا كله إذا كان العقد عاديا. لكن في القبض، في القرض مثلا، لو قال واحد أقرضتك 1000 دينار وقال الآخر قبلت، هذه ملكية غير تامة، لأنه لا تتم إلا بالقبض. كذلك السلام وكذلك الصرف
الصرف لما يصير مصارفة ملك كل من الطرفين ما عند الآخر، لكن تمام الملكية بالقبض. تحب تضيف شيء ولا خلاص؟ لا ربما تفضلتم فيه كافية. بس في موضوع لما يعني يتم تناول الملكية في المعيار لابد أن يستنفذ الموضوع بالكامل حتى لا نعود مرة أخرى إلى التجزئة، فيكون الملك التام والملك الناقص وأنواع الملكية وموضوع ملكية المنافع، يعني هذه كلها لابد أن يستنفذ. طيب الآن الأخ اللي هناك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر الأيوفي على جمعهم لنا، وجودنا هنا اليوم نتعلم من أساتذتنا من جديد ولله الحمد. أريد أن أختصر قليلا في هذه المسألة. بالنسبة للقواعد التكميلية والتي ذكرها الأستاذ برنار، وتشتمل على البند التنازل عن الفوائد الربوية، عندي استفسارات بالنسبة لهذا الموضوع. هل يؤخذ به قانونيا في حال فرض القاضي فوائد على أحد الأطراف؟ وفي حالة إعادة تكييف العقد كما في حالة قضية دبي مع وجود هذا العقد، هل يؤدي هذا البند إلى إلغاء رسوم الضرر الفعلي؟ بالنسبة أيضا إلى إعادة التكييف، أيضا إذا كانت المعاملة لم تتم بالطريقة الشرعية الصحيحة بالتسلسل الشرعي الصحيح، ووجد القاضي بأن هذه العملية لم تتم بالطريقة الصحيحة، فهل له الحق هنا بتغيير التكييف وتحويله إلى قرض على سبيل المثال إن كانت مرابحة أو إجارة إلى آخره؟ بالنسبة لتقييد التحاكم بما لا يخالف أحكام الأيوفي، حيث أن مثل ما تفضل أستاذ برنار أن المعايير شاملة وغطت جميع المذاهب والأمور القانونية، هل يغني اللجوء إلى المعايير الشرعية دون التفصيل في العقد في حالة العميل المماطل؟ نحن ننص في العقود بأن المبالغ المتأخرة، عفواً late payment penalty أو الرسوم الجزائية، تذهب إلى الشارتي أو وجوه الخير. ففي حالة إذا ذكرنا في العقد بأنه لا يتخالف مع أحكام الأيوفي، هل يجب علينا أيضاً أن نذكر مثل هذه التفاصيل في العقد، أو أن اللجوء إلى معايير الأيوفي تكفي بذلك؟ وسؤال أخير لا أريد أن أطيل أكثر، لو ذكرنا في العقد في أحد بنود العقد بأن لو كان هناك اختلاف بين معايير الأيوفي وبنود العقد فإننا نرجح بنود الأيوفي، هل هذا من الممكن أيضاً؟ وشكراً لكم. بالنسبة لدور القاضي في إعادة التكييف، يعني لما يعرض الأمر على القاضي ونأخذ على سبيل المثال المرابحة، القاضي ينظر في مراحلها الشرعية، هو يفترض أنه ملم بذلك، وهو كذلك في كثير من الحالات. فكثير من القضايا نظر القاضي في المرابحة لم تحترم مراحل تسلسل المرابحة، فاعتبرها كيفها تكييف ثاني واعتبرها قرضا. ولكن في بعض المحاكم لما كيفها قرضا اعتبرها قرض حسن، لأنه يتماشى يعني عقوبة يعني مضاعفة للمؤسسة، إعادة تكييف وفقدان ما كان يعول عليه ربح، فاعتبرها قرض حسن. بعض محاكم أخرى اعتبرتها معاملة قرض، وبالتالي قد يكون في قرض بفائدة، وقد ترجع الفائدة للمؤسسة وتصرفها في أوجه البر، لكن فيها من يحرمها من الأصل في ذلك. بالنسبة للنقطة الأخرى الخاصة بالدمج بين شروط العقد والمعايير، عادة شروط العقد تكون أقوى. لماذا؟ لأن العقد شريعة المتعاقدين، بالمعنى شريعة بالمعنى القانوني، وتقال كذلك في الجانب الشرعي، ولكن ربما لأن ما أخذ على أن العقد شريعة المتعاقدين باعتبار أن لا يمكن أن نص على كل شيء، بينما في القانون تنص على كل شيء بما لا يخالف النظام العام. ولكن نقول استناداً لأن عقد شريعة المتعاقدين للاتفاق يكون أقوى من المعايير، لأن قد يكون الاتفاق يستثني ما ذكر في المعايير، كما تفضل زميلي من قبل، إذا صادف أن ذكر المعيار أن المصاريف تحمل على جهة معينة واتفق الأطراف على أن تحمل على الجهة الأخرى، فاتفاق الأطراف يستثني من النص. ولهذا كنتيجة لا يعني لا نوصي بأن يتم دمج أكثر من مرجع في العقد. ولهذا لماذا ذكرنا نحن الآن في مرحلة انتقالية، يمكن يعني نستأنس بالمعايير ونستأنس بقرارات المجمع وكذلك بالشروط التعاقدية، لكن بغاية أن نسرع بإعداد مجلة يعني كود مجلة معناها شرعية قانونية وهي المعايير، لأن الجمع بين عدة مراجع
ليس موفق من الناحية القانونية، لأنه قد تكون هناك ربما لا أقول تناقضات وإنما تكامل أو ربما استثناء ومبدأ، فالقاضي يكون ربما في حيرة من أمره في هذا. وشكرا على الأقل في نقطة هذه بالذات. فقط بالنسبة لنقطة القاضي بإصدار حكم بإلزام الفائدة، عادة القاضي لا يصدر حكما بما لا يطلبه المتعاقدين يعني أو المتنازعين، يعني إذا تنازلوا عن مبدأ الفائدة ما رح يصدر هو حكم بإلزام بقبول الفائدة، وفي حال أصدر حكم يمكن التنازل عنه ملحق يعني لاحقا بين الطرفين. شكرا. دكتور، العقد شريعة المتعاقدين نحن بدلناها بصفتنا فقهاء المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. بارك الله فيك. الآن من هنا نأخذ سؤال، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الله دواية، المراقب الشرعي في ميسرة في عمان. في الحقيقة عمان أخذت بالمعايير الشرعية، ونحن في العمل الميداني استفدنا منها كثير، ولكن واجهتنا التحديات، يعني مع المعايير واجهتنا تحديات كثيرة، وهي هناك يعني غموض، هناك اختصار شديد، هناك يعني تتكلم عن صيغة هي يعني من الصيغ المهمة في الصيغة الإسلامية، ثم تجد يعني أنها غير شاملة لكثير من النواحي العملية اللي تواجهنا. ثم بعد ذلك أيضا النقطة الأخرى هي أن حضراتكم يعني تكلمتوا عن النواحي القانونية والتحديات القانونية، لكن هناك تحديات تتعلق بالمعايير الصيرفة الدولية أو القوانين الدولية. لما على سبيل المثال أتكلم عن السويفت كود، المراسلات بين البنوك مبنية على الكود MT160 MT200، وهذه معرفة من عندهم أن هذا payment of interest، دفع الربا calculation of interest، كل هذه الأشياء معرفة هناك. فلما أنا كمراقب شرعي تأتيني مثل هذه الوثيقة، قاعد أعمل نظام للبنك وقاعد أراجع، أمسك هذه الأشياء وأتكلم مع الخزينة مثلا، وثم يقول لي لا، إذا أنا اليوم اخترعت كود جديد، قلت يعني البديل الإسلامي أو ما يتوافق مع الشريعة، فالبنوك العالمية لن تفهم هذا الكود، وبالتالي لن تمشي معاملاتي، وبالتالي جابوا لي وثائق كثيرة إكسشينج يعني تم تبادلها بين بنوك إسلامية مكتوب فيها دفع انترست، دافعين ربا وماخذين ربا. فنحن عندنا تحديات كثيرة، أظن أن تباطئنا في إيجاد الحلول لها، وأملي في المعايير كبير، أملي في المعايير كبير، اقتراحي بعد إذن المشايخ أساتذتنا أن يعني هناك هيئة رقابة شرعية للمعايير الشرعية تأتي تحتها بلجنة من المراقبين الشرعيين، المراقبين الشرعيين الذين هم عين الهيئة الشرعية في البنوك ويجلسوا فيها طول اليوم، وهم اللي يعني يجهزوا الاجتماعات الهيئة ومواضيعها، تكون لهم لجنة تمثل في المعايير الشرعية، فبالتالي ينقلوا المشاكل الميدانية مباشرة إلى هنا، وتكون الأيوفي المتحدث الرسمي لكل البنوك الإسلامية، وبالتالي يكون في هناك تغيير يعني مثل هذه الستاندرز الدولية، لأن أصبح البنوك الإسلامية واقع حقيقي ملموس ويعني له وزنه. جزاكم الله خير. بالنسبة للتعامل الدولي معك حق، في العديد من الفورمز أو من التطبيقات، المشرع الأجنبي مثلا بعقد المرابحة عند حسم الضرائب مثلا بلوكسمبورغ أو باليوكي، عندهم القانون بنص على أنه تحسم مثلا الفوائد على القروض، ما بنص عن المرابحة، وإنما جرت العادة أنه باعتبار البروفيت تبع المرابحة هو من ناحية ضرائبية فقط، يعني من ناحية الشكل يعتبر كقرض على الدين،
ونفس الشيء بالنسبة للام تي، لما تعمل عملية مرابحة وبتبعت لك سويفت مسج، هي مكتوب انترست، لأنه الانترست هني عندهم هذا التبويب وهذا المتعارف عليه، وإنما هيدي الانترست لا تعني الفائدة، هيدي تعني البروفيت تبع عقد المرابحة، هني بيسموها انترست. ونحن عندنا القاعدة الشرعية، يعني الأصل مش للألفاظ والمباني، يعني substance over form. المقاصد والمعاني. نعم حسن. من هناك؟ طيب نأخذ من الوسط، في حد يريد؟ تفضل زكسر، تفضل لهنا، تعال. خلاص. فيصل البريكان، باحث في المالية الإسلامية. سؤال للدكتور عبد الستار واقتراح للدكتور الخولدي. رحلة تقنين الشريعة ابتداء من مجلة الأحكام العثمانية، وبعدين مرشد الحيران، بعدين الموسوعة الفقهية ابتداء في سوريا وانتهاء بالكويت، ثم معايير أيوفي. هذه الرحلة يعني هل كانت تبني على بعضها البعض، أو كان دائما يبدأ جهد من الصفر؟ وإن كان الأمر كذلك يعني يبني بعضه على بعض، فنفترض أن المعايير تكون هي الزبدة في كل هذه الجهود. هذا السؤال. الاقتراح للدكتور الخويلدي، اللي أعرفه عن أيوفي أنها تعقد جلسات نقاش قبل إقرار أي معيار، وقد تشرفت بحضور بعضها. فاقتراح أن يكون لهيئتكم الموقرة مشاركة في هذه النقاشات قبل قيار المعيار، قبل قراره، وبالتالي يؤخذ الجانب اللي ذكرته الملاحظات هذه. شكرا. بالنسبة للنقطة الثانية، أشكركم على هذه، على هذا الاقتراح. نحن يعني نتشرف بذلك لو طلب منا ذلك، ونسعى لتحسين المعايير بالصيغة التي ربما تكون أجود ما يمكن وأحسن ما يمكن، وخاصة أن المركز هو المستخدم الأول للمعايير، لأن هذا مكان عبارة محكمة تخص الصناعة المالية الإسلامية. موضوع يعني الدكتور ربما لكم رأي في موضوع يعني مسألة بناء المعايير على ما سبقتها من جهود في موضوع التقنين. الحقيقة حتى ولو هذا لم يذكر، أعتقد تكون أخذت ولو بصفة جزئية، ولكن أعتقد لم تبنى على مجلة معينة، لأن إطار المعايير كان الصيرفة، وتحت تأثير أعمال الصيرفة تم في السنوات الأولى نوع من أسلمة المعاملات السارية، ثم أدخلت معاملات أصيلة كالمضاربة وغيرها، ولكن لم يتم هناك مشروع تقنين بالكامل يعني منذ البداية، لأنه بداية المعايير كانت هي عبارة أنه استجابة لطلبات محددة، ولم يكن هناك إعداد مدونة. الآن أصبح الحالة، أصبح الوضع ملح لذلك، والذي يمكن الآن أن نرجع إلى أعمال يعني سبقت، والمركز قام بإعداد دراسة عرضت على كرسي بن غنيم في جامعة الإمام أن يتم تقنين فقه المعاملات المالية، ولكن لا يمكن الآن أن يكون هناك يعني كثير من المشروعات تتناول نفس الموضوع، فلا بد من دمجها لبعضها. أعتقد العمل هذا اللي قمنا به لابد أن يدمج مع نظرة المعايير حتى لا تتشتت الجهود. عفوا. حاضر. دكتور كمال نقيب، جامعة المملكة. السؤال موجه للدكتور عبد الستار الكويتي فيما يخص الشيكات. تم الإشارة من حضرتك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان. من المعروف أن الشيكات هو أحد أنواع الأوراق التجارية الثلاث: الكمبيالة وسند الأذن والشيك. وبالتالي الكمبيالة الأوراق التجارية بالإمكان استخدامها كأداة ضمان، هذه أولاً. بغض النظر عن الأجل، هناك أوراق تجارية قصيرة 3 أشهر أو 6 أشهر، وهناك أوراق طويلة. ثانياً، عندما نتكلم طبعاً باللغة الإنجليزية على وجه التحديد، هناك regular check اللي هو شيك العادي، هناك certified check، هناك money order. هذين النوعين الأخيرين يعني المال موجود ومرهون لدى البنك وليس بمقدورك استخدامه.
السؤال هنا، أليس بالإمكان الخروج من كل الإشكالية بالتعامل مع خطابات الضمان؟ وهذا متعامل به عندما يستورد التاجر بوال الشحن لم تصل، ليس بمقدور أن يستلم بضاعتي من الميناء وتخليص الأمور الجمركية والمصرف دون أن يقدم خطاب ضمان، فجاب من المصرف خطاب ضمان وقدم، وبالتالي أصبح أداة ضمان وليس أداة وفاء. وشكرا. شكرا. هو الحقيقة موضوع الشيكات ذكر على سبيل المثال، هو ليس في حد ذاته محل نقاش في مدى يعني استخدام الشيك كضمان من عدمه، ذكر على سبيل قلنا المعايير ترقى إلى العالمية والمعايير ترقى إلى العام، فلا تذكر مسائل تفصيلية تكون محل خلاف في بعض التشريعات. أنا ما أقوله على الشيك، وكثير من القضايا أمام المحاكم الآن يقول أنا قدمت الشيك على وجه الضمان ومكتوب عليه أحيانا في الظهر الشيك على أنه شيك ضمان، وما راعني أن قدموه للبنك وليس لمال، هذا جدل كبير أمام المحاكم، لأن الأطراف يتصرفون وكان الشيك وسيلة ضمان، مما يعني أنه يترك حتى إذا سددت فأسترجعه، وإذا لم يسدد عندها، فما راعنا وأنه الشيك يقدم إلى 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 البنوك قبل الأجال. أما الشيك المصدق فهذا يقوم مقام الوفاء الحال، بدليل أن المجمع ذكر أن الشيك المصدق يقوم مقام النقد، وكذلك يشترى به الذهب والفضة، لما يكون الشيك مصدق هو عبارة مال في حد ذاته، وبالتالي هذا ليس محل جدل. محل جدل لما ذكرنا في يعني في هذا العرض أن تحاول المعايير أن تتجنب كل ما من شأنه أن يكون محل جدل في الاختلافات بين القوانين، لكن ما تفضلت به من حلول بديلة كالكفالة وغيرها أو الضمان قد يكون مخرجا، ولكن ليس هذا هو الأصل. الآن المؤسسات المالية لما تأخذ شيك على وجه الضمان يحق لمقدم الشيك أن يأخذ سند ضد من المؤسسة تقول هذا الشيك تم استلامه على سبيل الضمان، ولما يسدد لا يسدد إلا بعد أن يسترجع هذا الشيك حتى ما يكون فيه دبل بي. الآن الأخ الكريم يعني نختب بك إن شاء الله. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر دائما موصول للقائمين بالأعمال المباركة مثل هذه المؤتمر. طبعا الخبر اتفاقية اتفاقية روما فيما يخص بأنه الرجوع إلى أي مؤسسة قانونية معترف بها جائز، هذا مبشر جدا ويفتح مجال مثل ما تفضل الدكتور برنارد. سؤالي طبعا وفي خضم أو في ضمن هذا المقال، هيئة المعايير المحترمة اللي تعنى بوضع المعايير والقوانين في الواقع بناها ومبناها الأساسي هو الأحكام الشرعية، رضوان الله تبارك وتعالى وما يجيزه ويحله لعباده وما لا يجيزه. أما القوانين الوضعية مهما كانت فرنسية إنجلوساكسونية غيرها غير معتبرة في تشريع الإسلامي، وبناء أيوفي هو البناء التشريع الإسلامي، بالتالي المنظور إليه هو هذا وهي روح الشريعة. لكن هنا نيجي إلى أنه سؤالي هو أنه هذا الاتفاقية اتفاقية روما تنفع فيما إذا كان الطرفين يرضون بالتحاكم إلى أيوفي، لكن ماذا عن إذا تمت المعاملة وهي تتم وتحصل الآن وستحصل بشكل أكبر وأكثر بين مؤسسة مالية إسلامية، بنك إسلامي أو نافذة إسلامية، ومؤسسة مالية أخرى لا تقبل بالرجوع إلى التشريع الإسلامي؟ هنا يا ترى ألا يوقع هذا بالمآل في المحظور الشرعي؟ هل من حل، هل من تصور لدى هيئة المعايير الشرعية الموقرة في هذه القضية أنه بالتالي غدا يضطر الطرف أحد الطرفين إذا ما وقع نزاع إلى الاحتكام إلى غير الشرع، وبالتالي التصرف بناء على ذلك، وهذا يوقع أموال المستثمرين أيضا في الإشكال؟ شكرا. يعني الجلسة كلها كانت تدور حول هذا، يعني حولها ندندن. طيب الآن نختم مع انتهاء الوقت، ونظام خير النظام غير موجود، فتفضل دكتور حامد. بسم الله. شكرا الله لكم دكتور، شكرا الله المتحدثين. الآن ربع ساعة استراحة إن شاء الله عز وجل،
للصلاة والاستراحة، وإن شاء الله نرجع بعد ربع ساعة تماما بإذن الله من الآن الجلسة الثالثة. ونوه بأن الجمعية العمومية قد تأخر انعقادها إلى الساعة السادسة بإذن الله عز وجل، الساعة السادسة ستكون في مثل هذا المكان. كذلك أريد فقط إعلان أخير، النسخة من المعايير الشرعية الأخيرة التي طبعت مؤخرا موجودة بسعر خاص بمناسبة انعقاد المؤتمر في مكان التسجيل لمن أراد. ترفع الجلسة، نلتقيكم على خير إن شاء الله خلال 15 دقيقة. السلام عليكم.